خيط اخر ميديا. شنو هي ميديا؟ بنت ستاتي طلعت في طوندونس وعندها علاقه بالراب. خصني نجيبها باش دوك الاسئله اللي انت كتسول راسك راني غادي نسولها وانت غادي تعرف. سيرينا ماشي جهاز ما كاين راه مقود. اللي بغيت نقول لكم ستريت ارت ماشي من المواقع اللي هزوا بالراب المغربي. ستريت ارت هي اللي هزات الراب المغربي بغيتو ولا كرهتو. نتوما عارفين اش كندوي. بعدا كاين دوك اللي نهضوا هضروا طا 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 تر عليهم الفم ما نجاوبهمش ما نسميتش شي قمقم فيهم فهمتي. مش عارف اش كنسول. نديرو حنا غلط توجبت بنت ستاتي ياك. قال لك ملي كدير شي حاجه مقود عليها كينساو انك كنت مقود واحد النهار فهمتي. هاني وي ار ستريت ارت بابا قدام اللي بداو دابا تا 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 ملي كنت الرابي في ديك القيته معاهم عمر شي واحد ما عقل عليا. عمر شي واحد ما جا عندي قال لي هكا استري قصر عليه هكا خويا جا هادي الاستوديو مرحبا بيك. عمرها ما كانتش مع دورين ماشي مشكل انهم يدوو دابا. صافي خرجتو من رونتكم كثر من 200,000 واحد اللي شايف الفيديو ملي ما عاش باش وانت حق الشريف العفيف وما عرفتش علاش داخلين تفرجوا في الفيديو. يلا بغيت نفهم هاد اللعيبة. ورحت الفيديو البارح نط اليوم الصباح لقيت البلبالة نايضة واه 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 وين علاش راه رابات عادي زيدون ستريت ارت راه ميديا ميديا. اي لعيبة في الراب خاصني نجبدها بيان سور. ما غاديش يحملك دابا حيت انت كنت تشوفك واحد تشوفها في ديك الوقيته ودابا ولا كتشوفك واحد تشوف اخرى عادي. راه درت شي حاجه راه درتها بيديا ما دار لي حتى شي واحد فهمتي. هو ماشي مشكل وانا قلبي بيض وما كنحقد على حتى شي واحد ابور سافوا. نزيدكم واحد النقطه مهمه الدراري انتم تقولوا ما كتسيبورتيش مادام ما كتسيبورتيش لي رابور. انا كنسيبورتي لي رابور الكبار الصاط. شحال من واحد جبت لي ليكليراج من عندي وفابور وشحال من واحد صورت لي كليب فابور هذا هو السيبور. ابقى عليكم باش ندخل لكم ميريكان المغربي حيتهم فاتوا عقلية تاع ميريكان وهادي وكذا. عمركم شفتوا ايميسيون فيها جوان كيتفتخ وصل ايميسيون هادي عمركم شفتوها هادي في المغرب بصح اول مرة غدير غدير ستريت ارت فهمتي. يو اس دابا انا عندي شي لامدة مغاديش نبقى نضيع معاكم الحاجة. هادوك الناس شوية اللي تيقولوا متناقضين منافقين هادو فهمتي باش نبقى معاهم الحجرة. ما علينا اللي بغانا مرحبا واللي ما بغاناش غادي بغينا صحة. ما ننساش واحد البارتي كون ما كان ستريت ارت ما غاديش تسمع الراب في الراديو حيت كان واحد لقيتو كانوا مني بغاو هما يقتلوا الراب قتلوه.